الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد وحين قصود أحجري كلمة كساب سنيد جهاد كأما هل جن كمسلمين تو أيمان تدون ذلك كجرة دور قضب بين وحكت الماني قضب كأفراد بين وجود بيننا قضب كأفراد وحقها أما يهيبة قال ذو هذا يكسو حد قدبان تاكو رولك مسلمين تكمدة علماء ذو حكوا إجماعين جهاد كمركا إنه فرض عين نقني صلاة دا إيا زكاة دا إيا حجو كلي إنه نقني أما كالإيمان بالله سبحانه وتعالى سدو فرض عين إيهي على كل مسلم ومسلمة إنه النقن هيو بي علماء ذو إجماعين هاوين إيدو وحابنا أن يستفعوا يتقالنتو بغير إذن زوجها ويلك أما المهر للي وحابنا إن بغير إذن والدي وهل جمود تقالمه نينك الدين تلولة يهاي كي دين تقولها أو كده بعد دقيقة ونص كده قاقو حق له مركا أما هكذا تقو وح الدين تقو بحيو أما الصبول فقير بهالنقطة لوها كان مايو أرنت أنا وإجماع المسلمين والعلماء وحاكوا العلماء عديين خاصة ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أصغوا كسو حقنا يا شرع عضا مركو استقراء كسمي دادك بنا آدم كا أرنتو ذو إيو شريتانكو ذو لبقو ذو بكو تاغي بنا آدم كو شريتانكو ذو لبقو ذو بكو تاغي قضب كوباد الشجاعة قضب كاللباد الكرم قب نيمو إيا جيس نيمو وركا مكالا سوق قابي انتا سوي دوني ذو وحي كو تاغن تاي إبلشوين كنو ليهين وقب نيمو إيا جيس نيمو وي هذه اللواية مت كمدة وحص عن ماي يعني روح وإنه وحقوره وحوره وحبحيه ونن ديقس يا أو وحبحنا يا أم حوله هري وإنه يه نفتي سقديم يه سما بادي سو تحقيقيه إذن كرم قوا جد بلارين شين اللي بحيه بس ما جيس نمدونا ملا بدن بقشة على قول سكدعيه يي قشة روح مسلم يكون واحد قد بي وذكعفي دوا جزينه أو كجوسن كره أو مل ساري كره نك أورك يزود كسي ديس جزينه ماوي ظالم كون واحد قد بي مسلم يكون ذكعفي دوا جزينه روح الروح قان له أو ظلم قال مسلم يكدي دي كره مركو أود يشان ذكعفي كره إنه يهاي لفتك دوا جزينه ابن تيمية وحوت الماما لبضع الرموت مسلمين تهديك قاسران حق الشجاعة ذي دقالن كي هلجنك أما واحد بحنتي الدقيدة يوحردة في سبيل الله حلقو بحياي لبلا قدر رب سبحانه وتعالى سأذق بوجه الله مرك الله جاب يا ملاك قاسره الكرم والشجاعة إلى رب سبحانه وتعالى أقرسي هدي هذا هلجم ويدان وتجيس نما مучين ويدان رب وإذا بدلا يا قوم كلو كان سنية هدي هذا واحد بحين ويدان وكرم درتي هذه الله ودوين كيسي جهات وحكم بحين ويداننا يستبدل قوما غيركم لبضع مرح قضبا أركيب الشرع عضو إني كعبر تي ربي وإذا بدلا ينتو إذا مسخه يذكر الكنزني قضبك كبار ربي حكوت المامي إلا تنفروا هداد بح ويدان يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير تنوى شجاعة هداد بحي ويدان وهلقن كي يجهاد كو بحي ويدان أدونك رب سبحانه وتعالى عذاب درم بيدن عذاب دون أدلقاء وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا حتى ارتجعوا إلى دينكم من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة ما ترك قوم للجهاد إلا عمهم الله بعقابه وهو العدوي عذاب كل شيء وعذاب دنيوي كآخر انت لا قارين بقى انت وحرير ويستبدل قوما غيركم إلا وحبدل قضانا يقول إذن كان هين ونقصن هلقم ونفط ظهورة إلا وقمنا ماذا يكمتها إن في سبيل ربك وشريعة النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم نفط ظهور تلقد انت وحكو قدن بيد أو داي وحاوي ونفط ظهور يلي قدوه سمالو waxay tiraahdeen ninka raga naftiisa waxaan ka ahayn waa maareeyaa
ووروريتشيا وبدباديا لكن مالك الله سوق نفط هذا وادمات تاسو ومدا سو والغا مارمان شجاعته هدي لو اي جيسينم اي ان وخ له راي ونفط له رو بدنك ودد الله لو بخياي ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا اله نحو جيسن ميسان بلا ديب ميسان ايدكم باس اسرفاديه او الهي عرك كسبدي يا عقاب اما في الكرم يوح بحنت الانفاق في سبيل الله وفي الجهاد وفي سبل الخيرات رب حكيها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا بعد وتعالى هذا كتشي ستان وديدان وكذا كذا في الانفاق في سبيل الله وإذا كان بالذين كو يريو الذين كو باقيو يولوشو تاغنيين تصدقوا ولا تبخلوا واربحيا لإذن ليه هاي المسلمين تهال قما يا عروتو دي أهلدو دي باهيو دي كور قبو حوالها بحشة لذين كو كرلايا محال لذين كو يري لتنفقوا في سبيل الله حقيق ربك سينا يا فمنكم من يبخل وربوي والله منكم من يبخل انتي نعاوى ما شفر إذا والله منكم من يبخل اسكبت تذكالي انت لغان بولشوين يا صومالي كالي بقول لك ان هذا ماشى فدي والله فمنكم من يبخل حقيقه ترتوي لان حول تشعيلك يا وحكصوح يا مركو دغنمدو حق الدنيا ده وشيء نفوسك كو ابو رنوي تيب ربي عبر هيا فمنكم من يبخل ومن يبخل نك بخيله غان اديغا محمد وحو ديده مسلمين تمايا فانما يبخل عن نفسي نفط هذا كبخيشي هذا حولها اسكو ديده حوله بحلو يدي اي دي دي انا ايمادا ديدن يا مسلمين يا اهل خيرك وحد ادي دي نفط هذا لانه حقيقته وحاوي وحا لغا قاديو اي جهادك لو بخين اي مسلمين لو غين وا وح اديغا لغا قادو اديغا لو قادي حقيقه سدا لانه الدنيا اخرت هليس شيلنك لغا قاد هي انت لغا سو مره مش ملعبد فدي دام دكانك ور بقولك قارانك اي اغونتا كيل اد كو دغنت دح عدينيس سدا دو ملكمود لو شيغ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وهذا أرين خلدان وي حول هذا لغو قاد هيا أذانا لغا قاد هيا وركو سيداس والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم هو شو أول اسكعد وي لف تركيه النبي صلى الله عليه وسلم سوق حقيقة ربي عدي لا بد من لو تكون عدي وأدعي كرت القرآن كم لك إنه كعدي لك هذا لا بد من حسوس تيمي لا بد من بشيء معلم انت لو ودينا جاي النبي قال لا بد حقيقة أصنع وعدي حديث كيها شر ما في رجل نن وح قتل ما ناده ونن مسلم لو قتل ما وح أقول شربان أقول لي توعوي شح هالع وجبن خالع جبن مو يا جيسيني ما نسكو اوغي هذا انا وحاوي غعن اضيق اي وحاويان اما غنيمه اي وحاويان اي فلينيمو تمام بنقنيس نبي وحو روح بنا ادم وحو كتلمان ولبا رغا لا هلايا لانه الجبن في النساء دبا مال هبا اسلام توني عبدتو انك مدي كولها ليلن اي بركه ايس لبود ما كلا دغلم وهو لو باهن يعني تقيد هو وحو دنجين صدح حاله مسافر حي ودنجين رغا امان كو اه دمر كو وا كو عيب هبلوا جيسيت عيب كنت هاي لأنه جيسين نمت كذا يدهم وداده صف هذا دجال الله ميس قبيل إيه إذا نكوت من ميسى هدو أيضا ينن كذا مركز يسكت عام بكلا جوينك خير كذا ميخلص ونقول ويل كذا يا رئيس ولا ما حد تبينيس نك كذا حبوا أنتم إسلام بورس ده يرها مصيرتي دكس ده بيكون رئيس حامك يكون ده بيجور عزابة جيسين نمت كم مركز خير كذا بيكون من موية شيشيه وحبك هذا قوان ميسا أما قالي وحلا قرن وهاي يدت كلام طيب وديق سيد بدي كان عيب كوتها يدمركو رجينا أمان كوتها حقو بيل كي ما تضع فينيس بيل كي راي لودي بعروتو العلي اللي دي يحقو توصها أقو سوق دي يحقو عنا كوع العلي بشب الجارسي بيصبح كوع صباحيس هذا لا بقوله كلو شيء كذي هذا محسوس تيل لكن تغيده لودي المهم إذا بخيل نمو كسيبيسو روحا سيبيسو إيمانك بكسيبيس قدرك ربي وأنا وكل صونا ذا كسيبيس الله وكل صوني ذي إيمان سامي ذا كسيبيس قال إذا مربها دي أذكر عضو
waxaan u jeedaa fulaynimo, fulaynimo jubni khaali', yacni waa fulaynimo wadnaha kaasii bisa, wadnaha kaa bixin, adoo dhan baa gargariiri. War ilaahay naftaadu xilligay bixileed waa qoray, ajashaadu iyo madal bay leedahay. Waxaan rabbi kuu qadaran kugu dhici mahayo gargariirkii iyo boodboodki intaad ka iska dayso, ragga iska dhici, ruuxa haddii lagu kari waayo waa jubni khaali'a ku siibay. Fulaynimadu waa yacni ruuxu inuu cabsado ama xoguu dareen galo wax bini aadamka ka mid a wa jirkiisa ka mid a noloshiisa. Laakiin taladidayn waxaa weeye waxaad iska dhicin karto, iska qaban karto haddana inaadun wadnuhu bowdihu ku xajin waayaan ama wadnuhu afka ku yimaado waa musiibo. Iyadoon cabsi jirin, asbaabteedana aysan muuqanin, haddaad gergeriirtana ayadna waa madmuum fi shariica, sidii raggii masaajidda ka tegay 98-kiisa ay uga tageen aan ku soo noqon, musiibo wey. Nabi wuxuu raacay oo kale waa shuxun haalic iyo bakhaylnimo iyo gacan adayg ruuxa mamanaysiinhayo naftaba ka qaadahay. Mar labaad buu nabigu cadaynaya sal alay arrinta ayada ah, wuxuu leeyahay salaaxu awali haadi lumma, ummadda nebi maxamed inteeda hore iyo inteeda hore haddaa joogta waxay ku hagaageen oy ku suubadeen bizuhdi, adduunyadoo laga zaahido lagu zaahido. Idan waa wuxuu nabigu ishaarahay meesha filkaram, goobnimadii iyo deeqsinimadu halkaa ku ishaaray. Walyaqiin waa geesinimadii, yaqiin waa inaad gaadho waxaad bixiso inay rabbi ku siin doono. Naftaadu meelaan rabbi ku qadarin oo xakowdeedu aysan oolin iyo dhacaankeedu inaysan ku baxayn, wixii rabbi kuu qadaray inuusan ku garamarayn, waxaan rabbi kuu qadarinna inuusan kugu dhacayn. Idan bizuhdi walyaqiin, adduunyada laga zaahido, la yaraysto oon la israacinin, iyo diinto iimaan sugan iyo kalsooni badan lagu qabo, labadaasay ummadda nabi maxamed hore ku badbaaday yaqiin. Wa halaaku aakhiriha bilbukhli walamal, inteeda dambe waxay ku halaagsami doontaa gacan adayg iyo yididila dheerid, yacani hawa dheeri, ruux waaba maqan yahayba, intaasu guri baad kala tuuri doontaa, isidaa dhisi doontaa, waaba maqan yahay indhuu taagaya, caawa dhanbu wax dhisi waa dumin, shinan bixin laga kari maayo. Bilbukhli gacan adayg iyo walamali yididila dheeri ama hawa dheeri ama hawa badnin weeye adduunya la israaciyo. Idan intaasoo macnaba yantabiq biqowlihi sal alay wasalam lixubikum dunya wa karaahiyatukum lmowt. Lixubikum dunya zuhdigii baa cagsigii si wey, wa karaahiyatukum lmowtna yaqiintii iyo shajaacadii bay ka hor imanaysa. Wa fii riwaaya lixubikum xubukum lidunya wa karaahiyatukum lilqitaal, nabiga riwaayo kale saa cadaynaysaba adduunya jacayl, aad adduunyada jeceshihiin iyo geeri nacayb baad ku halaagsamaysaan oo dulli idinka dhigi iyo wax la garan waayo. Haddaba waxaan leenahay jihaadka maanta adduunka ka socda ee muslimiintu iska caabinta ay ku jiraan, ay gaalada ay hor taagan yihiin inta tabartooda ah, waa farducayn, wuxuuna farducayn noqday min mi'aati siniin, boqolaalan sano ka hor buu farducayn noqday. Maanta jihaad ma jiraa, waa shaka raqiis in la isweydiiyo. Wadaad gal weyn inuu ku xabeebto maanta jihaad ma jiro iyo fardu kifaaya wey iyo tafsiilkaana waa ra'yi gaabni iyo aragti gaabni wey. بعدما سقطت بخارى وأذربيجان والأندلس وبعدما سقطت فلسطين لحدا سنة قبل الكهر أي دعضي بعدما سقطت العراق ومقدشو هاي سويدين لح بقول سنة كهر بفرض عينها جاءت إذن سارية مركب ما بحاجة شغ مجهادي كراي هولها إن السويدية يوانين عبسان هي كليان نقوله هاي اللي جوينين آير أما إسكتشوك أما بحاجة كوتالا لكن ورق عديسك wax jira ma ah. Ibnu Taymiya raxmatullaahi tacaala calayhi markuu arrintaa ka hadlayo wuxuu leeyahay wa amaa qitaalu dafci, farducayntu waa in adiga lagu soo weeraro guryaha lagugu soo daatood isdifaacayso, sidii gaalkii baaba saa'il oo horar ah in la raasado oo meelihiisa loogu tago jooji, oo jihaadka hujuumka la odhan jiray ama qalabi la odhan jiray ama fardu kifaaya la odhan jiray u kaadi. Kan dafciga waa kan adduunka ka socda ee lix boqol oo sano ka horna bilowday. وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع السائل عن الحرمة والدين واجب إجماع أبو شيخ وفرض وواجب دقال الله قالوا متك الدفع أبو دران ويرك كورر أنا أقول ويرته وتعطه ونك قدك أقول ضلطه بيكون في عمت مر هذي يقولوا الوي ماد وأنين للك دي ونحمق اللي قدوا فرق فرق لين هاي ونبعد كنقون وحال مركة قوين كرتون قوي.
إن مركا دلك يحرمضا يدينتا يضمر كبالا دفاعي وواجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه بشه. عدو الصائل كي قال كصهور ري إلا الدفاع ولا لا دقالمو وحكا واجب سن مجران بعد التوحيد، لا الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة. بعدما الإسلام تام إيمانك التي مد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول جاءك كحكمة كأيضا مربها دجال والدفع النقض فرض عين أون نقضه أو أيها استدفاع إسكعاب وهذا مقاومات الغش وكلا لفتك تحريفين وهي مقاومة مقامات مقشية جهاد كتاجنو تلبيسات إسكاب تشوشبا. طيب إنك صو اللغوي إسكاب نانت هاي استلاحنا أهل العلم قارقوا إشاران وإطلاقان هذانا وحال مدحوم ما شرها بامي بكتير إسكاب داب شيخ مركب حولي على وسائل في كصهر الدنيا دي يدينتي يضل كبا فسهادنها يا إلا لقاه ارتقوا والله دقا الله وحكا واجب سن أما كمهم سن مترى بعد الإيمان بالله. طيب شيخ وح شرط أما الله شرط فلا يشترط له شرط وح شرط أما لها متك أزقع فرض عين وح شرط أما لها انت تكرتون قوزوي كلا سيدي ننكي انت تربها صوحة آترى رقص قورا آترى إنك والك اللي دلأ ما به اللي دلي إيه الدولي بركو غيرك دكانها كقب الدول تجيب عبصدي شنقد شبق إنتو مقلب دقاق قوان أذو حو إربط إنتو لتاليب إربط صاحرة يا معلفت هذه اللي قلين تبى الله سبحانه من هي. طيب إلى إربط سيز أوفا كان رميه شن شذا مين مسج مزا ردونك يا إنتي اللي الدولي أرجع لقول أحد يشتري أو دونتنا لقول الدول بتشري سيز أوفا كان هذيك اللي أركي معي مركز هذه محطة قوات مكو صلابت كل جدول بها يربط بالله صنقط عوري ورجس جورا يبر محيي لي يربطن بالله سو كعيب بروح على الله لقط ولا هبل رابو مري هذا اللعي يا قبلها قرب صارها يا كذا اللعي قنتون يكوح كتون الله يبل رابو دول على قوس ما يزن الله مرجع رجس جورا يلبت الجزوا من فق الواقع يا جمته مرد الوسو داتو واحد قبان كرتون بعد قبان مويين فرايو شرط ولا هو شرط واحد شرط الله ما شرط لا إمام ولا خليف ولا مجموعة قوية أبدا لأنه حتى أنت من قتل دون ماله دون نفسه فهو شهيد وي روح مسلم كأيك صهر ري يقولوا كقصة دعديك سحران تها أصل الآن بنبي وكوف صحيح أن سرك أتقجس ومن باب دفع الصائل. إذن قالوا كي بداب بل يدفع بحسب الإمكان بالشيخ وحال إسكي الدفاع والقود قال الله أنت تأوده. طيب وقد نص على ذلك العلماء اصحابنا وغيرهم بول ارنت انا وحاعد علماء عديسي انغا حنابلدا اي غيركود وعدين بول اختيارات كيسا يو الفتاوى الكبرى بلبد هو كو قرين هادلك خاصه مجله كافراد 608 مر لبد شيخ وحولي اذا دخل العدو بلاد الاسلام قالوا هدي سو غلان ودمد الاسلام غورمي سو غلين 600 سنه كهر باي سو غلين موسكو لابد بقوله صنم مسلمين تقتلن هي عاصمة الراشك لابد بقوله صنو أي مسلمين تقتلن هي جمهورية أنو إسلامية أو يورب كتة لبوسنيا بوسنا والهرسك واتقانان دور يتوان صنو كهر بيقع عندي قالقش جمهورية وحيد ما ضحب بنان أو معترفة أو واحد يكون شيء عن أمم المت معايا جماعة قناة الحيسية مجلس الأمن ورم بكدي وانقشون لا يقانو إسلامية ولا باباش أنا قد دورنا هنا وضد الضوافة هنا عقد المري شيء من عبثيمه وحولية هاي هذي المسلمين تو أيح نقول لها يا وحكة إسكبا داي إسكبا دانين سوتها قلنا ودق الله ما هي قروة إسكبا أيح دول دول صمار أيح هذي نقول لها يا نبول لأكلوا السربة لأكلوا السربة بأجمعهم بول وبيعون لها يعني سربين تو بيعون لها يا نبول أيح عام بيعون لها إنا أنت إسكال ميسان سيد دتك ودق الله ما نشوش به هذي أيح دول دول كبشان كان نقدان كبشان أهم بيوقف لها يا نبول سربين تقال الله ما قال لك وحنا نقول عيبوله وحنا نقول عيبوله يا قانا بلا يا حبط إنك قفر ده مصيبه. إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة. هذا الكشيخ أفرسو شيخ حولي مربى دي ودنك إسلام قالوا أي درف كسو قلا إسكيب الدنيا تحفر إستاني ما لهذا كان بقين ما بتشري. طيب إلا دفاع واجب الله تقال لما نبنينكو أقدوا يعلى ويكسي درين هايو نمنكم أقدر ويهاي بكسي الدرية. طيب
محايا إلي ودمضة إسلام كبو شيخ كل قوت وحي كدقينيهين هل بلد هل قبل بكدقينيهين إذن كم بأن كلاقيب شيء كنتم يتضبط دولة السمايمة المسلمين سيدا أيوهين كجسد واحد ودمه الدقينيهين وكبلدة واحدة وكدار واحدة ما قايب سواء المسلمين وحق قايبين مجرى وأنه يجب النفير إليه إن الله بحق الله قرم ذا واجبة بلا إذن والد ولا غريم أصوم والدك إدمن نين دينك ولا يهنتنا أصنك إدمن ملايين تهيس وقت دقائق عشان تدار دارن تسكت تجلس وحلو قولها قر إسكت دقائق طيب والنصوص أحمد صريحة بهذا إمام أهل السنة أحمد حنبل نصوص هذا الكواكع الضهيبور تالس ويدين ما هي المذاهب الكتاب الفتاوى الكبرى صفحة هذا كل شيء هذا الكوكورانية هذا المذاهب تأفر تأفيرس نفس الشيء بأورانية متأخرون حتى في قدم بي حلق اللوط الرأي اللوط برد الرأي فكريا اللوفس هذي اجتماعيا اللوط باباي عقديا وعلميا سك استوى اللوط باباي هذا نو ذاديه شوقي ولي ونولي هنا وأرد وكه الله يا وحرب مسلمين كوك المي وحاكم ذا إلهي نحريس سو حاكم ذا إن ولي ثقافة إسلام جاهي صح ذي ولي ما يسلم من كتب يكو قرنت هل يستحري فيه أو بغير ربي بالله لسكت يبو أو مد هلا عند سرع عاديو أو تلفزيون إيو بلايها لغوشي دايو لكن باحو رواوين ولي حقائق دي باكو قرن كتابتي أصل كيدو لي حقائق دي باكو قرن رومي ما يسو مرك إنو باسوه فاقي دونت ابن حنفية ذاتين كوب بلاهم ابن عابدين وحولية وفرض عين جهات كيبو قيبنا إيا مر فرض كفاية والنقضاء مر فرض عين مركاسو وفرض عين إن هجم العدو على ثغرة من ثغور الإسلام أو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه فأما من وراءهم بعيد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض فرض بنقنها على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه وثم 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 إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج بوليه شيخ حولي هاي فرض عين بالنقضاء جاءت قرمة مرك فرن فرن ماذا مسلمين تكمد عدو صور ربه وح فرن ما أنت ما هاي النبأ وح ليا فرن فرن وانه قلبي مسلمين تهلا تاقين طيب إذن فرض عين بالنقضاء بروح كستو ماشا فرن تهلا صور ري الدفاع على قجرة حدودها روح كالسؤول وفرض عين بكو يهيبو ذلك عادة وقاد وقفك فرض كفاية بكو يهيبو لكن هدان لوبة هنو أيجي فقاء ودونك عرف كي ستعها يهدي اللوبة هذا طيب محسي الله قبه هذا ذلك حدود الدقنابة من عادة وكتر بدنيه أما تبربا أنه هينين أما وينو كعجزني أما ذلك حدود الدقنابة من دياره هينيها القمام حرق قطوي طيب إذن ضد كستو ضد كحجة فرض عين بكون نقنها يابو سيدا الصلاة يزوم ك ينقنها ينقنها يابو روح كتير كرنا مشران قليه كحجة بعيون أوش كروي أما لقبط طيب أما تبرب واي كوا كحجة شيخ حور إلى نك روح كستو مسلم جهاد كفرض عين كون نقضبو مركل يقوله هو فرض كفاية مسلمين تي قال رأي سياوين يسكون في لين يسكون دعين كرام حقنا إنه كده لينه مر لكن هذي نقطة سيدا هذا تاجنا وكلام دور بقوله صار كرسو بلا بطي بري يا قلبيت ملك الصروح كسو مسلم تشوغاي فرض عين صاران سيده صلاه دي زكاه صاران وي حاشيه من عابدين بدل القران مجلد صدحات لبا بقول صدن سيدين سيده كلو حافظ ودي كساني كساني صاحب بداع صنايع مجلد تطبات تطباتن لبا ابن نجيم في البحر الرائق اصون مجلد الشناد بقول سغاشن يكو ابن الهمام الحنفي في فتح القدير مجلد الشناد بقول سغاشن يكو وارنس كقران وي مثل الحنفي وركا وكو عديه هذا مالك أوتيمادو الدسوقي في حاشيته وحكولي هاي على شرح الصغير بنفليا ويتعين جهادك فرض عين بالنقضاء بفجأة العدو عدو هذا كوسو كذي أظن ديارسين بعدو ويرك وهاي أو كل حبوا ذلك فرض عين على كل أحد بفرض عين كنقانية وإن امرأة أو عبدا أو سبية هوني بقى الله كده هوني بقى الله كده فرض عين وضبك اللبوس وإستفاعس سيفت القانيس قولي يا فوفيس فريزن ميس أدون هو فرض عين بكون نقول يا سيد كيسي وحبلا ويدين ما يو المهاير مميز كي حقوق قريقات كلفت كيسو ويركو قال هيا
إلا اجتفاع وقلها ويخرجون هوين يدو يأضونكو يلمها ير ويبحيان ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين إسلام تهدونين كذو يلا مرد غاق قرت عر حلا هي طلاقة هذا غاق له وإسكت غاقس حلا حلا مية جوا ما جوا ولا سياي حني على سود جيني زوج كأديدن ولي كأديدن نينك دين تقولها أو دجال ما يندها عدين هي أفرنا كأبرنا إسكت غاقس ما هي له شو حويان ما حست بالوضع ده صداتي إدفاع هو شو قبل ما ورد ماتي نقول إذا لحتى جيني هاي وحقنا صعبين هاي مصيبة هذا الناس تقول حاشية ده مجلد كلابات بقول تطباتني أفر ونحو في بلغة السالك لأقرب المسالك أصنوا كقرن هي طيب مجلد كلابات لباب بقول يتضب إذا مركه وحن هوش حسب دليسة وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ومرك أيضا كلب أحمد شرو والسقوط تجي شافعي وركض أيوة وكعدي هاي بعد ما كان صدم وركض وكسي عادية شابودين الرملي صاحبي نهاية المحتاج بشرح المنهاج لابد كتاب قمرين كوية قانون شافعي ويدي وإذا ده صوماليين ويدي قمرين محلو يقان تحفة هي النهاية اللي قوله حبضنا نقاش القصي ديار لوما إذن رملي وحولي النهاية فإن دخلوا قالوا هذا يسوق قالان بلدة لنا ما قال أن لنا هذا يسوق قالان وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر بقى ولبا يسوق قارن شبعوا لي يقول سوق قارن وحد قالت إيه يكسر لويهين مال صلاة الله وقابن كرا سديتني كوك كيلومتر وين وحي شبعوا يقانا مسافة القصر سديتني كوك كيلومتر بيصور رافين وحدا وين لما يسوق قارن فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم من فقير وولد وعبد ومدين ومرأة جهاد هو فرض عين بنقون هي واجب بكون نقون ضدك ودن كادك إلى إزدفاع حتى وحو واجب كوي هذاك أن جهاد لقول هاي عليكن جهاد بالجهاد الذي لا شوكة فيه ولا قتال ضدك اللي يري حتى جهاد فرض بكون نقون نينك فقير كأها والوين كابو قشان هي ولدك سبب وين أما نينك وين أبا لفتك يجي أبيه يجوغي والدك يجوغي أما هو يدا يجوغتي أدونك نينك دين هوني دي كل وابحة هي هوني نين أدونا نين دين, لا دين, دين قبا كل ورقاق هي نهاية مجلد كسيديات كنت ريسيديات بورها كقرنية بل الخطيب الشربيني صاحبي مغني المحتاج بشرح المنهاج أصغو حولي هي دفع المسلمين للعدو الذي دخل بلادهم واحتل أرضهم بالممكن منهم وبالمتيسر لديهم متيسر لديهم حتى ولو كان هذا الدفع المتيسر أو المتيسر لهم هو رمي العدو بالحجارة وفي رسالة الشافعي ورقة سوء عادية وحوليه هاي مسلمين تعالى وصور راي اي وضن كو ضاق بسرد الصوق قالي انا اسكت دفاعا وفرض عين وانا واجب سارا محايا اسكت دفاعا هيان وحكستي اوذان وحكستي اوذان بيسكت دفاعي هذا يدون طبعا هنغض وحي اوذان رايح الا طورة بس قرم ما هيستان او بر ما هيستان اكم ما هيستان سيفي ورن ملك رايح الا طورة هيان انتي بورها فلان بي رايح ويصوف جن هيان مركز الدردري مدو فرح كقفل السمد وملح كلا تبيو وارد ماتي حاجة شتكب حسين هي فرقة مد بعد الكهك ضاديس إيش هتكسر توريس والدنيا كي بابور تضمري بعد أحياء وين كود بيسع لأن جو حكود هذا الجاز يو جراس بابور كوا وبرقنا وحكب حياة مركز خد كدين وارد ماتي وحي أودام بيكود تعلمي وحمسيما مركز رجوا وين علماء الصومالين يكوي لهذان أكمل مصر يسنك رسان كود تعلمنا بل حق أن أي مشافعية المتأخرة يهدنا أذكتهم يسين أشاعريهن أم أهل البدع بيهن بوعزوت لقيهن ورجحنا الله كدي قال وحنا القطور بود الله كدي بود وين تلقى بسط ميدا تجنع جويسو ميدا تجير جويسو وحوين وين ولا قد يزوم ما هرب بعض من الله ما كل أدنك وارسة طيب هذا الكوي حقوق قرنية هاي أقول دفع المسلمين للعدو على أي نحو على أي نحو ممكن متيسر هو من الجهاد وحكستو المسلمين تكود دقالامان ومركا إيهيلي كران إنا يكود دقالامان ويتوران والجهاد عروت فلسطيني راح توري سامدالوينك قاسك أطوري جهاد وي وحي أودين با انتاس ننك فلاردي يقامونك إليبك توري جهاد وي
ninka dhagax tuuraya daaqadaha ka jabinaya jihaad weeye. Idan waxa weeyaan rag isguuraaya maqli jirtay, intaasi hadda maraysa sheeko raqiisa weeye. ilaan awoodood oo kale yeelano jihaadku farducayn noqon mahay, mana bannaano goormad yeelan yaa ku sugi. Waa doqonnimo. anigu waxaan garan waayay wadaaddu inay isdanaasac hayaan iyo inay waxaan khayaal lagu heshiiyo ummadda in la khayaamo oo la taqdiiriyo oo la suuxiyo tahay iyo inaan waaqica lala soconi waa ku warere xiira xiiraan kaga sugna arrinta iyadaa. Maxaa yeelay wargaalkan maanta adduunka ku soo duulay soo mithaal kuguma fillo in waddamo waaweyn oo culimmo islaam ka soo baxeen ay 600 sano ka hor gacanta ka baxeen, maalin kastana ay soo durkahayeen oo tii u dambeysay ilaa geeska afrika badda ay istaageen yaa ku sugahaya. ninkaad u diyaar garoobi ee u xirxiran ee u xadxaydan ee ku sugi waa kuma? waa doqonnimo. aan diyaar garowno hal la sugo yasan ku sugi. qawaanin istaraatiijiya baciidaan leh, mid qariibaan leh, mid mutawasitaan leh, saan kuu baabi'in lahaa dhowna interview kaaga qaadi lahaaba ma diyaar u anugu muslimka qunyar socodka waa in soo sheegay 11 qodob oo dejisan dib ugu noqdo ka mutadarifka ee usuuliga adduunka in laga baabi'iyaba mudan shuruud buu leeyahay. nin adduunka qoodaysta oo shuruud dejistay, shuruud lagu islaamo iyo mid lagu gaaloba dejistay, oo jagboontiyo adduunka u daatan yihiin wixii xukuumaad sheegan hayeen ay la shaqaynayaan, ba waxaad leedahay hortan marka jihaadku wuxuu waajib noqonaya marka aynu goobma karaysa waayay ninkaad u diyaar garoobay u tababaray u samaysan ee lug yar goorma samaysan haddood maanta aa kii heli karto ood qorigi kale heli karto imaa inay deeq kugu siiyaan kuwa isku kacsan oo gaalo ah iyo imaa inaad ka iibsan karto. bal hadda wadaadihii baaba qaybo ka mid a caalamu islaam meelaha kamay ku samaysta qoryihi yararka ayib waxyaaba badanna samaysanaya war haddaba intaa hayna ilbaa inoo baxday xageed dib inagu celinaysaa waxaan adduunka lahaynin babada inoo baxay wax kastoo la waayaba dhagaxna allah la tuuray hala halgamay culimmu yidhaahdeen sheegada raqiiska waxaan u malaynaya waa wadaaddan waaqacba la soconnimo yaa ma cabsi ma ku xukunnaa wallahi cabsina waa ka darantay cabsina waa ka darantay musiibo weyn haddayna odhan lahayn ma ogtahay haddayna odhan lahayn waa niman yahow bal u yarkaadi aan u diyaar garowni waaqici madiina lagula soo ordi oo waxa lagu dhihi saasay ee saas ahayd war xilligii nabi maxamed joogay iyo waaqacad maraysaan isku baab ma ah. xilligii nabi maxamed gaalo wax isku xidhay ma jirin oon gaalnimo ka ahayn gaalnimada weyn nin kasta meesha ku haysata mooye wax masaalix caskariya walaa istaraatiijiya wax isku xidhay walaa ijtimaaciya ma jirin. nin kasta meesha soo faqri ku hayay iyo diin la-aan maalinkaa ninka isaga soo waramu iska difaacahay. adduunku waa qarya sagiira waa la wada shaqeeyaa marka iyagu masaalix yar isku qabtaan haa way buuqaan innaga lagu sirahaya beentoodu soo tuugtu ma arga markay doonaya inay ku xadaan ama ku jeeb siibaan ayaa isku dhici feer ba isku qadqaadahayn kala qabo waa lagaa bixiya lacagta soo ma taqaanaan. idan waa tuug waaweyn oo dagaal iyagaa dagaalamahay marka inu ahaa dhahno baa ku dhammaatadu marka sheekada raqiiska oo kaleta waa in loo sameeya mushkilo weyn. warwaaqa hadda aynu marayna ee 200 sano la marahayo waa ka duwan yahay meel aad maanta ku diyaar garoobi karto oo lagugu sugay nin cada ogaado oo ku og markaa tabar yeelato inaad daynayo waan ku ogaa markaa tabar yeelato ama aad awood hesho sida maanta uu kuu galay si ka dara aad u gali waa ogyahay see marka kugu daynaha war hebel u igtaada aan kuu diyaar garooba socon mayso waa sheekaan jira wax jira ma aha marka waa khalad. haddana anzimadii iyo shucuubtii muslimiinta dadka haystay ee boqoradaha ama ru'aasada ahaa gaalada baa la shaqaynayaan ayaga gaalada waaweyn iyo xukuumadku isku cadow maxaa cadowooda alshabaab almutadayin almultazim ninka dhallinyarada soo kacahay ee diintiisa ku dhaqmahaya intuu doona baa la ekaaday cadowkaas wey waa mutafaq. sidaa darteed wasiirada daakhiliyada arrimaha gudaha ee dowladaha islaamiga ah ama carbeed khaasatan tunis baa lagu shiraa sanad kasta shir ka baaqda ma jiraan 400 shir iskhilaafi mahayaan maxay isku cadow kulligooda isku cadow waa maxay wiilashan yararkii wada islalka gaaban ee salaadahay jamacadka ku fiican ee gacmaha ku dhejinaya qaraada wanaagsan hadhowna ooyahay hadhowna cabada la soo boodi hala qabto warku waa cadyahay. laakiin arki maysid kuwa khaarijiya kulmahaya kuwa dhaqaale kuwa arrimaha bulshada madaxweynaha isku tegi lama ogolo alqima alcarabiya isku tegi mahayaan libi mucamar qadaafi madaxa naaqsan dhiib boqor cabdullah ku kacsanay burq cabdullahna si rito qoronsan ka taagahayaa dhabaatan isku imaan mahayaan
أنت أسوأ عذر دربا لا شيء إنه شو خبزهم واي كون أيق وزير هذا أرمها جودها محادي كور واحد خلاف محلوقة واي إسخلاف المهايان المصالح مشتركة كذا حيس عدو هل عدو بيليين قال ماها يهود ماها نمان كيرك يسوق عهاي وهي حمانة ديدن زندة ديدن رقم كون أسنا ومدها اللوع اللي هو تاريخ ذي سلسلة تاجر طيب مصيبة تصوي أما حنا بلده أي ورقة وعادي هاي مغني مغني الشربيني مجلد كأفراد الله بغلباتني شان هذا كأول لابا أما حنا بلده حلي فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وكما أمر النبي بنصر المسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما وسواء كان الرجل من المرتزقة نينك دقال لما يهنق عيدا ديوان لأم شرقة تهنقه مد مسلم عيدا كبكت تهنق أذكر رمبا لقربا للقتال أو لم يكن وهذا بحسب يجب بحسب الإمكان علون وعضين هيا دفع النوع عاسو واجب سانك أولنا سان أولنا بحسب وحي كوصور تقلا عيد يعرى لسيد الله كدقي سيد كوصور تقشا إيه أنا ديرقون هلا سوق يعني وين قرن وين ملقى كاري بحسم الإمكان على كل أحد وحاسك قسم وذاته فرض كفايه يفرض عين تبقى قسم طيب على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد مجموع الفتاوى مجلد لواتني سديادات صدح بقول كونتون أيو سيدة أقوال بنا والين لك هلك أقوال بنا نسكار قابسنين لكن كل قول مغني من قدامة أقول مجموعة تك ميلا بضان تك فرض عين إنو يهمرك ومضل صور الإسلامي وضن كدين اللي يماده أما اللي يسور دواده إنو فرض عين يهمر المراه علمان وحي عدين نين كستويح أودو اسكو دفاعي نين ورن له ليلة نين الفلال يقامون الله فريسته نين دغ حسيد داي وحين اوودنا نكو دغالمينا الى انو بابا انو اما لخروب وحو دخيا ما جيران هل ليس ديبا حقي سو ديبي حقي سو ديبي حقي سو عطا ما حكو هري ابدا ابدا يوم النهاوند يوم القادسيه يا مدائن كل ديبو فيري مركي الصحابة اللي لي مد مروديه هو وينا مدي ورب دور مقعلها مروده وين وتكنيكا وكاروي ركبة كبو حصارا أمضي مجاهدين تقيبنا وتشيري قيبنا تشيني وكل فن ويحكسوا رجع صارم بكو دلهاي رصاص بس أقعد عايزة ليه بكر صباح هي فلارا كر صباح هي سيفا كر عاية ورمى كر صور إيبوي بقندم هاي قيبنا تشيري بكون مرن هي صحابه ما يسند وان ما فرديه عربيه ده ونرجع المسلمين تاع الجماعه هينا مركي مريض كان بعرها يام فرس بكور تجا فرديه بالك نسوهم بريد دجها وين انسوك في مكان كار فش ولا كروا يا صحابه ما كده قاچين وين وكده كان فرديه كده تاتي وحن جوجي وفرتا لقب لقب تجا لا يقول مريض وتاي لقب لولا بحي إلا صحابه هو يقان وحن مريض يرجعنا سارنيه سيد الله وده يخجنا ولا مريض هنا هلا جسوري ti waran la qaatay ba ish laga toogto maradigi indhihi marka laga soo riday waxa ma arkaa hadii waa ama in dhoola way wareegaysi ba galay ragay ba la soo daatay marka gargowrac waxa la rabaa sheekh marka soo xeel la isticmaalo ama inaad tirado maya sidii ninki geel laga dhacay markii uu soo geel u daba taagnaa u raad taagnaa markuu geel u dhaw yahay buu dhimay waan oomanahay aanu biyo doonno xafada ku noqono biyo doonte reerkay saaka ka soo duuleen geel ka soo raqayn bidow ku noqday habeen bidib u dhaxadanay soo noqday geel tagaa oo dheelmada be reerka dhacay buu tagay galeysa ninka xoolaha ka dhacay intuu san xuduudada ka bixin oo qabiilkiina uu san dhaafin baad ka adagtay soo ma laakiin mar hadduu ka tago oo aduu reebay ah intuu geel ka qabo bakool u la galo ku dhamaatay waa dhamaatay geel iyo markay ku dhara taagan yihiin u dhow yihiin bay dhamay waan oonay aynu reerki u biyo doonay bal suuga dib loo soo noqday waa la soo biyo doontay geel xaru hadda waa tagay هذا حد ما كان نك إسحاقسان، إيه وحون إسكتوا هبكاء ود بتو، بلايها سيد داي، أنا بابور بسيد ديني سمعت بشر،
هدو كروس مزليس إيو بلاي سوق رعي إيو سوارق داريسة أنا ويل عباي سنبت يدين ما أنت بس عشان كرتان بدات للاك إنو سبي عملو كادية دب دم بسوق قاري ميسان ولي قان لغاك عماي وخلط طيب جهات كنوع عاسي فرض عين نقضي وركان سوق قابي بقول الله صنع كهر فرض عين نقضي بعض ما سقطت بخارة وأدربيجان إيو ميلاب بغنبا طيب وموسكو ميلاب بغنبا إيو أندلس أي قاعد تكبر حين ضدك المسلمين تحكمها هي حكومات كإسلام كأمة الدولة هذا كل شيء كتير إسلامي قاعد ما هيك آمن سيين موقفك إيه كتاعي أنا أقول هذا أنا وركي أنا آمن سيين سوق جوريو وحورنا يسوي هذا دقدقة يا طيب هذا أنا يرو دب بطن باطه هذا هو ذا دي سرورية لورن ترى أما قطبيين أما أخوان المسلمين أما أي تي كسوق جوريو وركي كلام حديث وأنا ما أكون كعسان حنا عسان نمان حنا قرقة توجي لكن وذا دي الغوية قالنا إن حكومات كدفاع عن وحي حق واركه هي ان كل دفاع هي سواء كان في حقيقه باطلا او صوابا وذاها وركه دبا انسين هي الشيخ الباني رحمه الله تعالى عليه واكثر المدافعين عن الحكومات الاسلاميه نن هوشا كقدر محسوس تقول عالم الاسلام انت رجع علماء الصومري حتى رجع كسر جدي مساله الحاكميه كهي وكم مغعاب خوارج هذا الزمان أو خوارج العصر وكم مغعاب حكومات كيفوكها الله هي قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر آيات دامرك تعليقني وحليها الشاهد من هذه العبارة ليس هو لفت نظر الدول الإسلامية كلها إلى أنهم مخالفون لهذا الآية آيات أن دليشي هذا الكأن شيقي وشديدا أودا لي هاي أمان أقول لي ما أهبوري إن دولتها هي حكومات كإسلامية أن درينسيو إن آيات خلافية لا إله قاتل الذين بوله نصاري يهود بالوطا مرايكم بالوطا ربنا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدهم مصاغرون بالرب يري شغل مدون هيو إن أرقض كل أبو درينسي إن آيات خلاف مدون هيو ما حد دون إذا شخو أنهم مخالفون لهذه الآية في أهم مواضعها محيي هاي آيات الموضوع أي كهذا شيء يمسائل كتابتي جزء كتابتي وجهاد بيتابتي كأقدر محاوي وهي مقاتلة هؤلاء الكفار إن قال الله تعالى لهم إلهي أن رومين إن رب الرومين الرسول كرومين كتابك أن كل رقمين قيامة أن رومين اثنين إلى الجزيرة بحين لدبتها رب ميري تاس لسويدين ما يبور فإن هذا إن قال لها الجمل للجهاداي فإن هذا النوع من القتال الذي يتميز به المسلمون على الكفار وهو الجهاد في سبيل الله أصبح نسيا منسيا أصبح نسيا منسيا عند حكام المسلمين سعودي لما قصر ابن قاطبة شيخ حكمها يعني قم ورك الشيخ بحروفي حري الجهاد كان إن قال الله قال الله الله اسكد عياء وأرمى المسلمين تيكوت المانايين جنة كوكس بنشرين إلا يقان معروفك وهو الجهاد في سبيل الله محمود نغضي أصبح نسيا منسيا عند حكام المسلمين قاطبة قبي أهم كل قد لا بغور عبد الله ولا أضيع عبد الله كبحي هذه الله قال إنه حاكم يهاي ويسامالي وركاس أم بغ لك يعني أنا مسك اللي لده بالرقين طيب شكا سوى نقطة كل قد نين جهاد تبرؤها ديار رؤها أما دون ياي ما شيران بروا أرين لها المامي شكا أن شيرين وي قاموس كودية منهج كودية استراتيجية أركتو سياسية منكم وترت وعقر شيء سما ما ميزانية عيدا ك ولا وح صلب ما أكتو ذا وح تربا كما هذا أصبح نصيا قاطبة فربنا يقول شيخ بغل كوتا ربي جم وحوله يبر يقاتل الذين لا يؤمنون آيات بالشيخ دمي وحوله شيخ مركب فنحن نقاتل فنحن لا نقاتل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بل نحن نناصرهم وننتصر بهم ونقلدهم في كل ما يفعلون إلى آخر كلامه الطيب شيخ حوليه أدين حكومات هسوا أما أن مات مسلمين ناي قال الله ربي دي هل الله دقال لما لما دقال النبو حبتنا كمر هدنه بل أيها من كالمين نبو أيها من عاونا أيها من عاونا مركز هيام بابا حولها أورول الشدال كسي عيدا كان مرايكا أما الناتو حد كل شيء كتن بيا بختك أفغانستان وما تخبها بإنهي
راشين كي عنان يبيه عبان على الإسلام لقى قضا دول الخليج باب بحية لا صعور كأسقى عيدا كعراق جوج مضى بابين هاي إيه مثل أفغانستان جوج بابين هاي إيه كصومالي جوج مضى بابين ملك استوى راشين كي عنان يشيدال كذا يبيه بقول كيف سديت على الإسلام لقى قضا دول الخليج با خاصة تقول باب بحية ور الأقيه الله يقانه معروفه وي مرك الشيخ تيبو قال هاي iskada ina la dagaalane taawaba tolibay noqon lahayd inagaaba caawina buurin nunaasiruhum haday noqon lahayd nunaasiruhum ida taqatala baadhum maa baad way runan lahayd markay gaaw dagaalamahay ay isayaan bar isku dira la fagaray la isku jabiya wada daba qaws inay banaantay qaba laakiin hadu hawayan bal nunaasiruhum ala al muslimin muslim baana bi kulay wa tukana ya safka rasaga kaga horeeya قال كنا ساكو صور راح بده سكح بده كوكو ده أما تيزا كوكو ده أما تيجال كوكو ده طيب عور الشيخو وننتصر بهم أيام جرجال يا كالمي يقول بويدي سنة ما كان حقوده ورجعوا إما ده وصاب ولا كلو عر كلا إلى قبو طيب إذا أنت وحقدر الشيخ ونقلدهم في كل ما يفعلون شغل هذا يحتوى الحيرانين سرود للعصادقة ولا قدرين بردما هذي فرطانة يحدون تجيء واجي سنين هذي مركي سعون هيان وار وار صدان سيد ويل جدا وار وار سنين هذي سيد دحور كي أما أصعدان داير كوينا وأصعونين وحكستا فالكستوي سميان باشوخ كورعنا بور مصيبة نايزت عجل كصدحات من فتنة الخليج أشرد هذا اللوية قانا صدح هذا تقريبا أما ويكبر نتام فيلا عجل كصدحات بهلا ككشرة شغل بان وكو عدي حكومات انيسان ديار واهين ولادين مركا عالم الاسلامي جوغي سدو شعبد الرحمن شيخ بعد مده اني جرتو ما دام حكومات كايسان ديار واهين نسيا منسيا قاطبه ولادي جوغي مفاتيدودي حكومات كاي كراعين حكومات كي مديدن ها انغو نغا داي مع السلام مشاركنا لا قاطو انت يرت الشعب كاين اقول لها العيشدو هبين كسلو محاضري بقور كي بديدي انغو ما حنا غلغو شام مقبل ابن هادي الوادي رحمة الله تعالى عليه أصو وقعد عده الشيخ الباني حلي الشيخ الباني وصاد أدو الشيخ تماه يعني لسان الحالي بنو كذاي صاد الشيخ تماه إنه إلا وين فرح كق هذا إنه سنديار وهن جهات كمها حكومات كي بل وأعداء الجهات جهات كي بعلى يهين وننك الشيخ الملك جيبا قلي وحنا الشيخ لي ومرك الله الله بعض جماعات الإسلامية المجاهدة الله الله وينبغي أن يحذروا وحاهبون إن يدكتون هذا تحذر أي قاتل ذاتك هالجمعي كل الحذر فحكومات المسلمين ستسعى في إحباط هذا الجهاد بول حكومات كأدون كمان تشجع إسلام كشيعنا ياي جهاد كي باللوضي أيجا وحوس عينا يانو قد قالها يا إني باب يا محيل الجهاد هذا صعده بحكرا لنا دولة إسلامية تحكم كتاب ربها وسنة النبيها كتاب لوك لبي حكوماتنا كتابكم كلا بحنا بروتوكولات يا إنجليز يا فرنسيس يا محكمة دادون كأسر رئيسي هيك واحد رضا واحد لجرام بقتي يا جمعية القرآن كده حسي بولس كأدون كواحد لجرام بولس أدون حكوت هذا لغو صعداي بولس أدون يا محكمة أدون يا مجلس أمني يو وأرماها مسلمين بس ما تاجين قال محلقة قبنا واحد أبدا ما أركيس وحلقة قبنا يا مجرا وحاوش على شقين مثل حاكم أمام وضع الإسلام بالله وإنه دمرقدي يطبقه ودمرقدي إذا ما لقى طبقه يوانا ما لقى طبقه وإثيوبيا لقى طبقه مو كذا ملص معارك بابي عقد مريح حتى أرضي بقول لك كون أيدي إبر كده جاي شيء يروح لقى مهلين ولا أنا مصاية كين هذا حلوه يستاد وين أي عدا هذا دورش دورش أمدعين وضن غير كسكرات كلام إلا بابي ولا قال لك اللي جي ولا سكوب بابي حقوق مسلمين يروح وين بتشوف ما لقى طبقه أبدا كل با و سيف لانك دون لوش يدموي هنجرارة باش يقول لك عايز حاجة تقطع وتحق ورد جرتها حاجة ورد جرتها كلو كل بام ماشوا أسوق الدونه هيم بباشوا كشاع دبنا هاي استوي مركو حكوماتكم ما دام حكوماتكم ما أنت دوني تشوقي قالوا سكدين هي جهاتكم وح كذا لأن دولة إسلامية أيت هاي دولة إسلامية والمحظورات الدولية العالمية ما قي هاي صدح رماد بام ممنوع دوليا الجهاد في سبيل الله تطبيق الشريعة الإسلامية إقامة خلافة إسلامية صدح ممنوع
مد مريقنا هبين دو هذا اسبوع محلاده هو كذب بنفسين جزيرة لك يا نهار الله معب حماس محو كويس تنبلي حماس وحن كويس النابور وحدوني سا إن غزة أي كدكتو دولة إسلامية هذه هي المصيبة ورجال كبا وركز عبيزا أنا واحد كبر يسون وإرهابيين أخوان مسلمين بيك إنفصال إن كتب إن كم وي شاكر رئيس الجماعة حزبية وي وده تعبان وهو شو حزبية ده ونقول ملح مري كو خفيف أيبا أنا ما آخر اللي قبل شو مدونه يا أنت قالك بورك عضين هاي أوك ولا إن ما كان وحنا كو هيسن ما صواريخ طور هاي ما يمر دولة إسلامية طبعا ماشي لك السماية قال لي سوق يا شيخ ما لك المسلمين تمدوبان دولة إسلامية عيد الله طه وش تم بقضين هاي ولا جيها ورك ورب عدوي ومعروف قال واكو تقان شيخ تاريخ بالله نين هذا سبب ومتيد لك هذا الصوف وعصب ومتيدة مسلم باتهاي سلف بالله هاي أبي إسر بالله تاريخ بالله ولا جيها قانا كوني أفر بقوله سنة تسعود نين سماريات بيحولها صدقة عن عون الدونة بسان سان كذا قرتها صدقة عن عون دينه ما أنت ولي ماذا إماش زبط أنقع عون الدورة واسف جرامبور دكسيها وويني هولها وانك الله زيه وانا قرنها يا ابن ماشي وسعود ويسقى عضاي سما ورولو يقنا وحده وح كائن من دونا ولا يقنا نما تقنا يا تايل مية هاي دون سومالي والو قرنها يا شوحة صوت مركو وين هون طلع عضايو وري عاديس قال إسكت داي تيبو شو قال الله يا ماكو حلو هاي مسلمين تهالجمي إيه جماعات تهالجمي وح واجب إني آدي آد وقف دونا دان أو كدك دونا دان أو كتحدران دولة الإسلام الله فتركوا إسكال عليان لأنهم حكوماتكم يخافون من إقامة دولة إسلامية وعضوي طيب فيلتف الناس حولهم ثم يرجعون على حكامهم دولة إسلامية ماشي كذا شعبك إذا لغحي صدورك بوضي محاكمة نوسو بوضي يورب يا قلبين يا عرب بان كل كسود قورين نيروبي بلغة السعودية والحق يقال كنت انا شيقوي محل لو سعودي نبضاس يا اسلامك يا قبلها حجاب واذا دوحك الحكوميه هو شو ناقصن بان لو سعودي نينك اسقو النفاق قلبي قريب موين اما حدود نفسيه اي قالين موين اما ارقتك لو قبيل قريب موين ولا سعود مد واسعت دبابه قريبه تطبع شرعيه سو كنسلي اي ميلها كن ولا يكو جوجين اذا هذه دوله اسلاميه تاكا دولكا ادونكا كميده اي كاستابت مسلمين تا ايده اديان بو شيخ كوري ايدا شعب لو نكون شعب كدينته ببرن كدين وحل سؤال حاكمك حقوقه اجد ادونك وانما انت وسوناتي كي وينا بقره بل نو غيه اسغا ما لا ديرن بو هاو شاو مركز سيس او دحين بقره يو ملحوينياش وا ان اي هرج ساغان دقدقا كزدا اورك سو سو تغا هلغن كسو ان لا بابيو سن اخر كي سو سن كوغو سو نكون ويسك عدايب الشيخ له ولا يدرون أن المسلم لا يخرج إلا على الكافر بشروط وكذلك أمريكا وغيرها من الدول الكافرة فهي تخاف من إقامة الدولة الإسلامية شموك بالباله أما حزب دمك أما سورة ذي كوتها الله وحول لكن حكومات قوات قمو ما يقامانا بور المسلمين تو وحي كوب حاول الله دقال الله نيك دين تكتا قالوا بها لكن مسلم كوار القضوي ما يسا قاجيا وبالمناسبة واحد شغل مو بالقول جري حكومات دين تطبق لها ين وشرعه وكل رقم لها ينه لكن حقوق ومكرين ولا قصب هيا نينك وين الشيء هناك الرجل أكبر الله يد بأن من كان قصب هاي وحور الشيخ وخلي يتنازلوا هذه قصب جرو الله درقيها يو كرسي واسكت دقبور مقالوا بي أنتوا قالوا بي لها ورمراي كانوا ملحوين من قن مهيا عروتهم وحيرنا قد قايدة إذا فرقة قا ساعات الغلا أنا بقول هبل مئة وقب حيلة عروسنا وحيرنا مع السلامة ما حكوا قسم بينات قال لهم ما دخلوا قامس الدين لا نكون قامس خلي يتنازل بوري وح إكرام معه إكرام معه بوري إيه قال دونها إيه قال لفتك هذا مش مصيبة هو ما ضباب بينها يقال هذا هرب وداي سيدوا كلام مرايكن كا يدولا لها قال هذا وح يجون كبر قيام بوري أدون كإنه كي استاق بقع كي استاق الدولة الإسلامية كذا لطو وبالمصيبة هذا نه شر البيت ما يضحك بالي ردي وح أدون كلاجو قال لي هاي دولة يهودية أما جوش استيد وحاتر هذا بوالا قليه لكن لما قالوا إسلامك استيد ممنوع إسلامك استيد ممنوع أما جوش استيد وفزعية عربت هذا الله يرى أنا بلس لغو يرى على كل من أقول هذا دولة دني دولة يهودية بمعنى روح يهودي أنا كمان ولا نقرأ حقنا كمان روحنا حقهم لا ودولة دينية ولا قليه ركش قيستوي دون كسان كسيب ديك كيانين
طيب نينك رجع أو على إداك وما دايم عليه وحكومة دايا الله تصاح وهل سوق يا وركو ساسوي أدون كان نينك أود بدن با حكومة يا ش أمنية سلامية خدمة إنسانية تعايش سلمي زمارة الأديان وأشكر رقصة القوس رهي طيب شغل حوري وسي وضيع هل كان كيبو جاز حوري إلا إلى عليه وحكومات كلاجا إلى عليه ومصيبة لجا إلى بحنيا وربما يأتون لك إن الدولة لها حكومات كوكو كان بلجا يا بابور جماعة إسلامية مجاهدين إسلامية حكومات الإسلام كاسكا إلى عليه وحالجا يا حكومات يصدر صوته وربما يأتون لك بشخص لحيته تملأ صدره وفرس مقبل وحوح على غيره إيه حكومات قوس ودران وذات قركي سوء بحنا يبل لابتس هلك قرك شو عصو قرحسن عماد وفرزن طاي مركو هلا يدي شو وام عينك إلهي وحق لي عالم بالقوس ودري قر وين لكن واجه قوس وحوص على إن جهات بابيو ومدك لجيو إسكو دعو أبوره isku diro baabiyo la isqabsado aanu kala bixweyno hoos marka la isku dhigo oo xabadi gaalka ku jeenayd ay laabta muslimiinta ku dhacdo wa rubbama yaatuna laka bi shakhsin lihiyatu tamla sadra wa yakunu almaniyan aw yakunu amilan li hukumatin wa la tadri illa wa qad asbaha ra'san fil jihad bi shakh ama wa almani din la wa munafiqa islaam kana ku soo gabanay ama wa iska muslim bay laakin wa chaachus dowlad u shaqeynay ما بدي رمي السوق ورح تجوا محاضرين شيخ خبل ولا المجاهد القيادة أو قايس بعد مرة وأركي ورأسه مسلمين تي مجاهدين تورم بهرت ملحوظ مسؤول بمنقذين وبهو جاميها أبان دولا أفايانك وزير كصحافة بهو نقطة جهاد كورم بهو جامنية أنت أنا حوش قين هي أبو الدولة حوش قين أمريكا بصدر ستة أما حكومة عربية بصدر ستة يمت كلا إسلامنا فينفذ الأوامر التي جاءت من حكومتي مركو رأسي قبض صدق وما تراه كله وجهاد كيف هو جانو نقضه هل كانوا حكم فيلم بوري أوامرتي لجاسوسية تولديس وأرد ما جاءك أبو براهية وأرد عربي مثلاً أفغانستان بكرد عرض الصومالي هذا كرد عام كرد عربي هذا كور مركو وين الإسرائيلي يبرو الشيخ غارة الأشر ده كتاب كله يقرأ مجلد خلابات صفحة صدونات إلى صدوني كوكا في هذا الكاسقة هذا نمر كوكا هلا هي جهاد كأفغانستان يسوي مسلمين تو بابيين روشكا مل أسارة يوحكسوا هالهذا نه دجال لانك يسكت دع المسلمين تكتحي من مجاهدين تاع وحنا مركز ضم بلاه هاي وقد كنا نتوقع أن نسمع أمير المؤمنين في أفغانستان ولكن لو حصل ذلك في حكومات المسلمين أول من يحاربه بشخ حتى هذه دول إسلامية لقيت استاجين لها أفغانستان ما الحوينها لقوم مجاعب أمير المؤمنين في أفغانستان روح أهرية ورئي بابية دخل كوكا حكومات كمسوين تنقل لهم بول حق لا يقانوي ورع علوم عضين هيا وهي مرقى الشيخ الباني وجهات عند الحكومات نصيا منصيا قادمة بس ما إيه وحان لين هاي أضاف أخوك المقبلي الوادعي وحكو دري أنهم أعداء الجهاد ويبذلون قصارى جهد في إحباط الجهاد والخواصص أود أضم بيسيلين باستعمال الحكومات كو سأباب بإن الله ين أرنت أيضا مرصد حات شيخ حوله هذا الكو حقوقنا يا غارة الأشر تأس لكتاب كذا نقول شيء وي سبحان الله صدنا يتضباط مر لبعض حوله دولة لها إسلام كشيخ تأس كإلالية مجاهديني حتى كالمنا يا عوام هذا يدين كنا ديدا بور ومحاجرة هدو ورا له وكسبه ومقت أفو حنا حشوي أفو حنا يحشو سفيان الثوري إن صاحب كي أسكوها يي حكومات كما الله شقين كذا جوار ذا سفيان وحوري ما بنانو إن الله شقيه دول من الله وكل ما يحرامون إن حوري ما يه إن وحول الله عاويه دول من الله سكيله وبنانته حوري مثال ربنا كسين هيا بور سفيان بقولنا هي حوري إن أنا الله هاي أو إن أنا سلام أنا دوني أو إن أنا جوي إلى هدرتي أنا دوني أو هذا هو كرب جوي يا قصور بحبور وحدي برأ السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا إمام سفيان الثوري فيرق قلبي فأرده بسلامه وأنقن سلامة من كأجيبه كورهم بده حوله يقدر لا نينك وتشي في علاقة بليه الله تي عسان يا شيخ إني ما أنتو شيء السلام وأودن قذيبه حلو وأنا شكله سلام في عمبنا كقاضي قوانك يروح أنا أقولك السلام هدي العقل وقدر كورهم بوري
ونمن كين الدولة كتبوا رجسناه مرك ما أنت عضو بيل خواجين حول قديم أو كرسي الجوفرزي حول مش الحال الجورد بري مال وزمر مريه وحلسوا استاجون خادم الشريعة الإسلامية وحاميها والراعيها ولولاه لما قام الإسلامي والله هيد وحوم استاجم والله باب الشوق حولها نهارزوي عرفت وحيت إذا أكلت البطون استحيت العيون هذا علاش دربت انه واحد شودان ما في رينك دات فورسن اه هدي معاون صمينا والله كي توزو ما في رينك معايا لا بقول ضربك كوما قن بلا شو ما مرك الشيخ حولي حتى اسك الى لي وحي بخينيان دولته اسك الى لي وحونا الشيخ لي فكونوا حذرين وردكتونا نمن في دون دكتور نقدا حتى من مساعدات حكومات المسلمين حتى كلمه اي بخينيان عسكري هنقط مادي هنقط مدعاف هنقط هقادنا فهم حكوماتكم لا يساعدونكم الا اذا قالت امريكا ساعدوهم ورعدوي دولتها اسلام كشيكتي الى يومنا هذا محي صومالي واهل واي اما وحاف ملوكين واي اما عوامات بني ادم لوكين واي مراكن بان ويلدين جاي هدي ورن لها لكن ودبا كتر بابا كتر وان برشاد عالم كواي هوشا جواب دقدر كبحسو وحلقه قبط بل لم كلاي هي هذا مالك مرتين كل شغل دون الله هدي وهي هيئة ورئيسة إيه صعوتها وذياب لهم قال الإسلام بحول إنك وين الحكومة مركوا هلا كالمي وين كالمينها بالحكومات هدول يلا كالمي وإذا كده مركا كالمة مئة هو صن إيه وابي إسكيل عليه بقى قدرنا مجلد كلابات سبحان الله تني سيدات وحاتر هذا محاه غارة الأشهد على قفري هدي حكومات كهل كاتها جيهن وسن جهاد يارو هين أو شغل مقبل عادي شغل بين عادي ابن عثيمين أن قدر ابن عثيمين أصلا صدق كلامك اللي ويدي جهاد كلا اللي ويدي وقيب فرض كفاية فرض عين وقيبي يا وحول هدي اللي هو الجماعة يضل مسلمين هالجماعة يكوف الأنقاردي جهاد كفرض كفاية نقطة هي أمد أنت ذاك اللي وابد بالي سدم باب ميش هدي سلوايو أمد هالجماعة يسوق على ذا كوف اللوايو جهاد كفرض عين بنقطة أما فرض كفاية سقوط هذا أنت كلاه بيح ويدي وأقدم بابها يا وحنا لي وإذا لم يوجد أمة وجد هوش كفلا وإذا لم يوجد أحد أثم الجميع مسلمين طردم بدم بابها بعدم الإعداد وعدم الجهاد ديار قروا لا أنت إن وديار قروا من هلجنك يجهادك يجهل لا أنت بالقدم بابي لكن الأمر كما ترى في الوقت الحاضر بنكره وركهر يقدر ورسك معروفه وي حول لكن سائلوا نك وحي ويدين هيو أدونكم ماش وما أنتم مرة يبوري مسلمين تم مرة وأوتش الدابوري نحن متيد ليس هناك صدق مع الله لا بالنسبة للناس ولا بالنسبة لحكام الناس بوري ورن شيد رب الأورن شيد هاي يضاع نما لما هاي بوري ضدك مسلمين تانا ما أنت ضاعد هل جن كيدين توما هبور كوا مسلمين تحكمي بقرة ضاي من حوالين عشان الدين تضاع وما هل جن الدين توما هبور فأما الناس فتجد عامة الناس وأكثر الناس غافلين عن هذا إطلاقا بول تذكر بضم كود يبرشون كإسلام فشكت بضم كود جهاد يهلق نهلود يا جروب كم ورهايام وربا ما هيام وربا مقيم هولك لكم مقيم وليس عندهم استعداد فهم في غفلة بل لا يحصل منهم حتى جهاد أنفسهم برعان محارم الله فردي بكتر بول غفلة واحد يارجرو ويسك عابين منا ما يابور بل وحال قال يا رحمان تكلم اسك داي وحبها النوج جهادني بنت يا خيانه يا تغنمه يا زنده يا خمره يا بقتقان قبيالاد يا فارقه بك نغا داي انت سلا كره لايب مره بلش اسك بدا حكامتنا بقردنا واما الحكام بشيخ قول حكامتي ادون كمان تشوغ زوما فكما ترى فهم ايضا غافلون عن هذا نهائيا قاطبه يسعون لإحباط الجهاد ولا دايل أنا مدي ورب شيخ عول مركا أيقون وابه المانسينهم بق جبي أهم بق وح أي ديار ويهين يا وح كور قبام بق واجب صارين ويا ما أقبل ولذلك أصبحت الأمة الإسلامية الآن أمة ممزقة متفرقة وأصبح الكفار هم الذين لهم السيطرة على العالم ولا يمكن أن يكون لنا سيطرة على العالم وعلى الكفار إلا بالرجوع إلى الدين الذي بعث الله إلى الدين الذي بعث محمد
وتطبيقه عقيدة وقولا وعملا في عبادة الله وفي معاملة عباد الله. هذا هو أدقي من بدنوي شيخ حولي هاي مركي حكومات كنا كفر يستين جهاد كي ألقن كنهائيا ديارنا يسوى هاي أنه شعب كنا أن بدن كود بقى ما كل كود بقى هو شاي سنة شق وربقوا هاي ومبدأ الإسلام كايد بالواب باب بقضي وإس خلافتي وإكلتكتي ونجي ابن تيمية كسو قرن ومبدأ الإسلام مركي ألقن هدي جهاده ويمدو دابو ويمدوبي فرق ليت النقن من نما اللي هلي عدو جدنا مدبو النقن هيا خلافنا مجرى هيبو أودنا ويلان لكن ما لك لقى فرصة وش أيضا فصل سكود جينا ولا سور كفا يا ولا كلا بحاي سيدا درت الأمة دو حين أخذ أمة كلا جو جو أضي كلا تكتي باب أضي قالوا وحين نقدين أدون كنا من كم معمول هاي ما هيكون معمولين لو ما قبسن العق يشيلني جنتال ولا جو قبس ده حبط سنك هلا جاك لي رصاص ولا جو قبس طيب الحروب الصليبية ما كي باللابين كن سجاشني صدح دي ملاس سجاشني شنتي ميلادية سجاشني سيدي دي مركز لجاري بس صدح سنة كده بقدس بقى قصدي فرنسا انت كسر الدولة وحاف فرنسا لقى صاري ولقى صار قدس جهاد بلقى صاري تفاوضي ولا هذا اللي صلح إيوه أي نهشين إيوه هؤلاء دجاني قالن بقى وحلوها لا قالن السياسة وقال السياسة شكر قيسو قالن السياسة ما يمشي الشيخ عالم كان عالم هو حكشق عالم هو حاسكال للقوي القوي باسكال شكر شكر قيسوي طيب صلاح الدين الايوبي رقي سبانا كساري بعد 90 سنه او قبل اما كدوا طيب وقرنيس شيخ مركو خوره ايغا ما انت ادونك ماموله سيطريه ايغا اسك هيست انغونا تعبان لو وتو كاغو در كان قيبي كان واقير سعود دوليه الاسلام كان لفي كنتو يتضبط وحا لغا سوري افر بالي ادينكو حتين دحدحات قير سعود عالم خلص سنكتن سعوديه إيوه إمارات كي محايدة مصر إيوه أردن بس كويت بيت أردن إيوه سعودي إيوه يا مصر طافرات شجع ما إمارات بس كويت هذا أفر تاسع اللي هو قنوات سعود معتدلين مراكش لا تقاعد كره كونتون يصدح لك له وحاول يان وهو كونتون يصدح له وخسر درام نفس الشيء ولكن هذا اللي بصير هاي توكتي استقلام يسوي وحول الشيخ السيد إن أدونك سيطرنا أما أنا قال أسكت دعنا مسور تجلي سبر إلى أن نقول الدين تاني دين تي ولي بالله صدر النبي محمد صحب أهيد ما خرافات يخص عبلاد يا شعاوذ إن الله سو يستغنى ما أبور أن طبق الدين تا أيضا عقيدة وقولا وعملا يلغو طبقها في عبادة الله وفي معاملة عباد الله هذا رب عابد كذا وإن دين تنوحي كسر لسنته ummada qaab ka doona dhaqmaysi hab dhaqankaada ummada ku aadana waa in ka tabka rabbigu waafaq labadaas hoos ku soconaysa buu sheekhu 418 419 ugu laab hada la wanaagsan badan buu sheekhu leeyahay waxaan leena marka waa yahay haday xukuumadka barta ka taagan yihiin inta ay culimo ka sheegay waa ka daray yihiin oo xukuuma maanta loo oran karo waa xukuuma islaamiye maba jirtaan ku oori saraahatan كفر مرتدين ودين تكبحوا حكومات الدولة ما تدون كجرا يلو أو شو الغوص الغوع 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 قرني سك استوى نقطة لكن وذاديه وأوينا محي قرين إن حكومات كهالجن يجهاد إذا ديار وأهين ويا هاي هذا سيقول ديار وأهين كوحير أما رئيس سعودة أما إماراتيين أما أردنيين أما مصارية أما صومالية إن أنتي قرن فرطان أي كديار قروبان هذا من قال أسكت عند ما أقشين وياي، إنك سكفاريست، كرازين إسكايست، جهاد أصبح عندكم نصيا منصيا، أصبحتم أعداء الجهاد، أكهادية. إذن لكن ما أقشين أنا نقص كشقيسنو بل إذن دينو نمان كان الله حسابنا. تينا شيخ حوليه شغل بالي مقلعي كرتمانت ممنوع. جماعة من المسلمين وجهاد وديار قروبي كرته. أيوة حكومات كذا أيضا فصحين ما ترنب. وأنا شتى كسوقات حكوماتك المحل بزويري وشيخ البن صديق لهم ما يقول هم شان أصبح عندهم نص منزيا وشام اللسويري وبأعداب أيها كدر ما قال كأيها كهري وشام من عثيمين شقي إذا وحوى أيقون الديار وما نيكو دقائقنا ملك جيبا قالي هوش ومركوام حي نجا بدأ يوار كذا
يكفيك من السلفيه توني مركز وبدوي يكفيك من السلفيه وركو اسكسي دا شيخ مركو كهل هي ارنت ايدا وحوليه مركو نمنو كوشيغا خوارج هذا العصر كوشيغاي وسو نقديي يشيخ حوليه والذي يحتاج الى تفصيل وحا ان لفافاي وبان وحاوي انما هو التذكير بحقيقتين اثنتين لبع ارمودو دبا ايدي شيغايا بردي حسسنيا الاولى تكوبان ان قتال اعداء الله من أي نوع كان يتطلب تربية النفس على الخضوع لأحكام الله واتباعها كما قال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله حول الجهاد ك يين على الرب جاي للضد قال لهم وحبه هني هاي بوري لبا أهريمات جهاد أي نوع دا دونها النقطة ككوبان وإن نفط الله ديار قريه وروح مسلم معنويا وعقيدة وعمل ديار سنية مؤمن صحيح أويه مركزه لا دغالم كرا قالك هذا هي قالك اسكو بابتين او دنبو قال كنت كفر قال كل جرتبه هدي حارن حارن مخي قادي نجاسه نجاسه مخي قادي نصر و خوكو يما دا ان او قالك في عنته او ضانته كون اغسنت هي ايمانك اد سيغن دبك هي هي تربيه نفسيه روح ليلين او قلبك يا عملك زي عقيب سؤال الهي او غانسن يا احكام سو انو راعه ديار وانا تايل ربا حديث الشيخ الدليشدي ادل بما تسمعنا اذا والأخرى بان ربا تضمان ربا إذن إن المخلص تايم مؤمن حقيقة تايم بس جهاته كأصيح مايو وإن له له ديار قرو مادئة عسكريا نين تبرم وإن تايم قلبك وإن تبرم إيمان إيه إسلام كبوحي إيه فعل كذبا هذا نين دقال من كروا وسائل كلمان هل قد دقال ما يقان قريها قد دقال من كرا تقنى قد دقال من وحي له باهن يايبا طيب هذا وإن عيدان أهان له ديار قرو عمل أهاني إيمان ديار قروبة لغربة إذن نمانا وإن أدير قريسان صحيح والأخرى أن ذلك يتطلب الإعداد المادي والسلاح الحربي الذي ينكأ أو ينكأ به أعداء الله أو ينكأ أعداء الله فإن الله أمر به أمير المؤمنين فقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم إذن وإن له لبو الشيخ ديار قروبة حق عسكري يعيذن نماء آيات بو الشيخ الدليل شدي قلب يقري ديار قرو قال وحوجي سنكر وين الله تيماتو آيات دبر شيخ دليل شدي هدي أدو ديار قرو بكرة ديار قرو بويدو حلو شيخ ومن علامات المنافقين والإخلال بذلك أنت إن لقى قاصر أما لما ما لقى قدره مع الاستطاعة إنما هو من صفات المنافقين ولذلك قال تعالى في قال فيهم رب العالمين ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين سيدا سوي نين أن ما أنت ديار قروب كرن ضدك المسلمين تعالم كجوه وهذا ديار أفر كتير سوي نين أن ديار قروب كرن ما أنت ماديا ومعنويا وايريها لكن صفات المنافقين بأن وهب ستي مسلمين تكهب ستي والله قي الله إني فعل نقطة مع عقد النقط انتبع شيخ مركو حور سودك وهي جماعة من المسلمين ما ديار قروب كرتا وأنا أعتقد جزما أن هذا الإعداد المادي لا يستطيع اليوم القيام به جماعة من المؤمنين دون علم من حكامهم كما هو معلوم بالشيخ بس قاعد واضح ويبر مرات ما دون طوي وحان خرميس نابل ولي بس يقول خرميس يقين ديار قروا إن قال لو ديار قروا إن عيد النقطة أو نين دقال لم يكروا جندي آن نقطة ما أنت روح يستأكر وقوان كرا جماعة يستأكر تيكوح سكودي كرا ما تمجرم اللهم إن دولة دولي حكومات كذا فصحنا أجهم يبون حكومة ما أنت كفصحنا وتم هذه ورام بالقوس والشجعين يسون أقولين باء يكون بابين هيان إذا شيخ مركو حوري وحاميش كسب بحي النتيجة الجهاد اليوم ومستحيل ما دعكره صدرت شيخ حوري ما دام جهادكم مستحيل هاي أنه كجاب صن الدعوة التصفية والتربية هل كاسك كتمت ورشعبك المسلمين ديار ماها بقولك بس ديتك حكوماتك وأعداء عدو للجهاد جماعة ما أنت هالجيم كرتنا مجرتو شغلك يقول الله إن أوجيهم بحكومة طبيعي ما دحين أوجيهم مجرم إذا هذان لقمان كانوا وعدوا أنشقين كرين وعدوا لهم ما استطعتم قاتلوا من كفر بالله قاتلوا جاهدوا المشركين أيضا هذا الشقين شقين كانوا حاشقين بروشيخ وليه أدعوا إلى سيد رب الحكمة ادعو الى سبيل ربك بالحكمه بان هذا كشخصين نبو صدرت الشيخ حكمي منهج لو يقنا التصفيه والتربيه طيب
إذن شيخ مركا هلكا وحسكا وافقين بوري وحسكا وافقين جماعة التبليغ يا شيخ الباني ما كان لمريم مسألة الجهاد و اسكم مدوي اسكم موقف بك تاغيين اي منهج كي ادكسنا جماعة التبليغ هي منهج كسو استعمال ايه اي ادلة اي ودتكم باك الدوان اشخاص تا اي ادلة اي منهجكم باك الدوان نفس الشيء إذن غورمي سورته قال واي هاي وعدوا هذا الشقين ويدي ادعوا والغوص وقال هذا شيخ الباني ادعوا الى سبيل ربك والغوص وقالوا يا الخطاب الديني بين التطرف والاعتدال كتب على قري حاكي نينك خطيبك وإلا قد جاكري وحو آخرين هاي آيات العنف قال قصار هيا آيات الكراهية الفاظ هذه العبارة قبل لي سو إن يرؤوا مركا وان قيامك سابسا إيو أشراط ساعة إيو إيمانيات كي أخلاق ذا بس ممنوع إلهي النبي وحكوه لي فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّد المؤمنين نبي محمد وإلهي أظن بكساري الجهاد شخصيا كساري هل جنب الحبد الرد هذا غورت أمة مسلمين تم ينسكت يا إلهي أمية فقاتل إن هؤلاء قعس عن ميسي أيقنا عربي لي. عربي قبابي ترترسي كعي قبي يا نصري يا آيات القرآن هولوس كوجي هل كعي ضدك هل هذا ترى ضحان تحريدين هاي وحالي ممنوع وإلا قاتشي قرأيو مسايد دي بغنظام لوز دول بلوسمي أنديما لوسمي بوچودو ما اوران كرتيد صحابي باكو كعنج نبي غيرا سيدا اوجوهم ها اوكعي حسان محقو من هاي سبحان الله محو استعمال النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا مايا شخصيا مايا لكن كان يتمثل كان يتمثل بعض الأشعار انت اسمه نوتش هذا وقرنيسا وحن نوتش هذي قرقو انا مدها اللي قداي طيب سيكستور نقطه شيخ حوليه هي امه ما انت هلقبي كرتو جهادي كرتاي ما جيران اني حكامته فسحان مويه هدي حكامته ما اوغلي وعليه شيخ واصغر عدن يسب وعليه فقتال اعداء الله من جماعه ما سابق لاوانه ما انت هذه سالت قالدي اي اوش اوغلي دولتنا اي سال اوغلي جماعه مركه ديار غروب كرتاي اوغلي نينك ديار غروب لا دلها يبا هذا إن هلق نسكت دينا يحول الشيخ وابا أرين أيضا حلق ذي اللقارين أين كنت بدقنا هلا تشي محان شيخ شيخ كسقي شقي سما كما كان الأمر في العهد المكي هذا دير أو نوع عسى وشيخ تضلي طيب ضعيف هذا مجلة الضباط بقول لباتن كن لباب بقول أفرتن إلى كن لباب بقول أفرتن يصدح وقال لس دي بمركواية هاي مركواية هاي هذه جهاتنا الوجودية دي حكومنا حكومتنا إذا نقول الدولة دو أنت ديار قلوي وليش ديار قلوي اللي هلا قبته يو وتوجوي هلا يو مرايكنا واقص عن حكوماتنا واقص عن هلا باب يو إذن آيات الجهاد لوك هذه يو إنه مدة الدين توجي إنه صفين هلا آخرية وسورة ثلاثة مع السلام كينا اللي يجي آيات الكراهية كجرت وآيات الجهاد بكجرة وآيات العنف بكجرة هلا كلا صاروا هذا سعودي اللي كان ماش قال كنت جقري وحلو اللي بدلي إذن شغبان ماش وقص على سيقو طالع إذن مال كوفة يو تنازل ولي قاسو تنازل إسديم سي لو تنازل هاي جماعات ود الرأي هل كان قود الرأي هل قبتشي مد كم إذا وارد ويد مصر وحن مقلها مد لو حرمنا محار تنبلين من الجماعات المسلحة الجهادية أصل هانج ولا يقانو معروفة يحرو حرمنا دولة مدنية أي دولة علمانية دولة علم مدنية حرمنا أقباط وسوق اللي كران علمان وسوق اللي كرو شيوعي مرتدكو خنيسكو سوق اللي كرو وذات كجت كون سوق اللي كرو هوش حرمنا مد كلو صوماليد بان ويديون كووري كورما ايدنكي وحامدو بين من علمانيين هدي الهي غول صومالي كا كانو ما وخي اد نو سو دستين علمانيينتي شيوعيينتي توغتي اي ودادي في فيعنا او اسكو مشكله دول نو ديسيسان مسا نيمان كان بوندل كومريسان قبائل كا قاركون واد كو مسليسان مس بنبلسين واد قنا هاد بنبلسين لو يقنا في الحياه هادو ماركا دنتينا غارساد غادان حبلتو كو غوسطانا ورجعاتينا مسوها سوها غاغا ومعك دقنتو سنتي ترحان بنت هلا غييو مدحان هلا غخيرو با هوشو نوقن دونتا مس هادو خيل يي وزيرا نوغ ديد دونتا هوشو ساسا كوسون دونتا هوشو ساوم بي كوسون بو اذا وليغا اس ديب فتاوى كتنازل موقف كتنازل كدقق وليغا لغا هرم الى لو غور لغا هرم ماي نينك رغا و خي كوغو داي الى توستو كودين ماي هوشو لاسكو اوغاد هذا بهذا يساتها وحن لنا شركة واشركة رقيصة
علميا بيها وركا ولادوه شجعان بعض الكوية هاي إن هذه الحكومات كأقولين مسلمين أنت ديار هاي إن لسكفر يسوع نبي قال له فقاتل في لا تكلف إلا نفسك يا يروح حكومة وين دياريا شعبك وين دياري حق الله كيان إذن هذه الديار كا دقائق وحال قبان كرتنا قبوا رجحنا أطورتي ده أمضى المسلمين تنع جوابي أو عربي أو كعي هذه هي المهمة آخر نمرك يود النوين كان تبغى أرقتها طيب مركو حاوي ما دام وقالكم ما أنت كأود بدني هذا مال دولة كذا استو جنتال وين بقول فن واحد استنى قدمين هاي مالك استو وتشوق إلى قنينة مالك استو وتشوق إلى قنينة إلى ودون كشكيو وأنا سيد هذا صعتو مالك استو إلى جارك إلى قنينة إن خل من تجد تصف بالعلم أصعني يا خلطو حرب عصابات مالك استا إن لب اللابو إلى قنينة أمركم نفط قوات إسديبة وذات سوماليات با مال أجن هو عرسان قنين لهم بخصوص قرن وأقدم منتو السفر وحوت تجي مال قنين بلان ورقت لي كان عو ألف رزقك هبينكم مال زي هذا جو وين بسكت ضبي كان عنر نرك جليس هوس محقق قاعد رقت ولا جاد وقل قشة ويسر جا مرة إسار كرمك مرة إسك سارك وبيرتي بست هوس محقق ما يبى له رقت رقلك صباح yar yar daqsin yar yar weeyo kala ka siiro ka soo badaw milic iyo qorax ma kartaba markay naftu qabato oo ziican way yii inta dharka oo dhan iska siibay dharka oo dhan iska siibay banana ka seexay waas deba leey markay iga dharagtay deynto daabo ninka waxa weeye waas diibay meesh u dambaysay uu gaaray maxay yeelay وفريزوا واي هوس بالله قصو كعي أكبر بالله قعري مرو إس ساري ولا دين واي مرق عيون برس في على سودي لكن واخلو كان يعكوب دين تيم كي قال تقول لا يا منس مرد ما دام والله نيره مرق أول كي هذا سقاو سكاري مس مرق وعوي إنك أوين سوولي كي ماذا القرآن شو وحكوين وضطه تسكوت تاني وبقول عم أكون أسكوت تجان يي واحد الله يا بنتو لقي بقاضها يا waaragtan abuurku dudunta inta ilaa toodiso dudun buu dhisaa guriga ka dheer soo wada soo goosa karaa mid ku kaaja mid carar dhobo soo qaadasi loo wado dudun inta ilaa ta la yaabo xabad ka saga ban karto in dumaynin magdaman waa lagu xogaa oo baalkan loo yaqaan gugumoodka iyo kalaf shirka iyo abeysooyinka masaska xog ku golo galay gudid ku sameystay idan waxa weeye maadaama aan tabar kale lahayn wixii lahayn hal la yimaado meel kasta laga ka cila oo mariyaha iska dhigo isqaawiyo isdhiibo orko saasway tayib yaan la suug hadii aad suugto oo tiraa waan diyaar garow xagga ku diyaar garowaysa adduunka waa la haystaa asagaba loo shaqeeyay waxa kale taas waa inuu jihadku fardhu cayn yahay bil abdaa sidoo kale jihadku maanta waa fardhu cayn bil maal intaas wax yar ku daraya waan ka baxayaa mowduuca insha Allah ta'ala in xoolaha lagu bixiyo hadii loo baahdo jihadku marka aan fardhu kifaayaha noqdo aan fardhu cayn han noqdo in xoolaha iyo shilinka la dhiibay waa fardhu cayn ninka aan tagi karin lafihiisa waa inuu shilinka dhiibo waajib wey qaraankan yare laga qadahay ma aha sadaqa la baxayso waa fardhu cayn waajib ku saaran zakadana ka daran wey waa fardhu cayn ku saaran oo zakadii mujaahidinta ku baxaysa ka si daran wey haday zakadu ku filan weeyo dadka muslimiinta halgamayay xoolo kale in la ka qado waliba qasrin ka qadab ya banan oo ninki diidana beerka lagu dhufto sharciya san habo laga dusiya banan laakin tabar baan lahaynin gaalaban isayna kuwan hayo u kicinine ayir hala barbariyo bariyada lagu wado hatta marka jihadku hadu fardhu kifaayi yahay in xooluhu ay waajib yihiin oo hatta ay taamta xoolaha la qaadi carurta xoolaha la qaadi haweenka dahabkooda la furan rag iska ba daawayn oo dukaan u furan yihiin arinta waxa taqriiriyay al-imam ibn taymiya kitabkiisa fatawa al-kubra mujalladka afraad 607 waxa kale oo xaaraan ay soo halgan socdo xoolo loo baahan yahay in akoon wax la dhigtay xaaraan wey bal uuma wal xayleeyeen ma banaano markuu jihadku fardhu cayn noqday inaad xajida umraysta ma banaano malaayiin baa lagu xajaa lagu umraysta muslimiinta iyo halgankana maanta maanka ugu baahi badnaa way xagga shilinka dhaqaalaha income toban wiil xabad ridda maanta waxa kaaga khair badan inaad hesho dhaqaale yar oo joogta ah laana shacab dagaalama wad heli laakiin meesha muslimiinta laga guracay ee laga guracay maanta waxa dhaqaale heedo dhanba la baabiyay una qaateen dhaqaale la saaray day
وتيئ تأثيري نك أها ابن أبي بن سلول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولا يقانوا. طيب حديث كان عدينا إن واجب كقطهاي هذا الجهاد بالبدن والنفس كري ويدي إناد بالمال والإرادة والرأي والتدبير لقاربه من لم يغزو نين كان دولين فرض كفاياوي أو يجهز غازيا أما نين دوله يأم برقنتالون قان ديارين وحبيبين أو يخلف غازيا في أهلي بخير أسابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وعيد كالغرتي بسمارك وعيد كالنوع أوحي لغرتي واجبوي كتجسون وحاران إن الأمة بحظه أما نينك بحلها أب عاوزوا حوله يديني دقائق رئيسي وكل هالجمل قال كأثيسه أما عروت يرهر كبير كأثيب بحصل الله ما تقول دايز ما هامرك مك ليه وقارن كأقامتك أنا من تيرتك الذين ليه يعني ما يو هذا يبي ترتبع. طيب حوله صدقاء أما صدقاء أما بريء أما هي من حي وواجب فرض عينه إذا صارت بحوله أخليك على بيوي تهلا أقعد وحاكم وطوس يقول صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ألسن الرأي تلذوي تلا لجربه شيلن حولم هيسة فقير بات صبولة لا فاضي ما بحكرت عريان بات لكن مسكح وين بكوور ركبان هنا تلا سلا جربه سرق سير لوف إلى جوين لا يحنيها الله حاملها بالجربان شكت والرأي هذا ديب وحول ديب ونفس الجين ويحلو صعطة أنت ولا أودع هرنا وادين صوشي بل ابن تيمية وحلا ودي هذي حواليه أنه هيني زكذا يبقى ما تكون في اللامود حوالي رب الله إياه ضد أبدا ما أنا يقاتل واتشوغان جهاد فرض عين وقالوا بها نواتاقية ما ضد كان أي تامت يا أغمدان يا هوين كان سوق حي السكرات كده ما نيان لغالها سينينا ولقوا بدبالين وحيقوا بيا لغو سوقات يبويد بيا لغو سوقرين مثل مجاهدين تحبت رضي الله دي بايا ابن تيمية حواليه مجانت الله دي بايا كون هذا ما دين كون هذا ما دين بولي. طيب لقيس ورقس لو ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد حوله يهانتو هذا كعد ينتو ضيق ويدضع باهن أو طباليسن عاونتو إيه هلقنكي الذي يتضرر بتركه جهاد كهات كتاقيتان قسل قول بمضان هيو كتاقيتان قوحن وعدنا وهاد اللعب قول صنو وحن ينصو انتا ماين شيخ ولا ويدي فقال قدمنا الجهاد بالشيخ جهاد كالله هرمان حولها كاسكو بحايا وإن مات الجياع بركو باهنا هبطا ماذا هاد انتين لأنه كون رمان هيبوري ومصلحة شخصية ومضرة خاصة ومفسدة خاصة لكن هل كان ما خلقتك أيقون والرمان وقال بقدلي دونا بآخر كود أما قميشان دونا أما حرمه وكو عيار دونا انت كلاو مريد دونا ودل عامة هي مفسدة عامة ويطنا ومفسدة خاصة. طيب شوخ مركو حوري كما في مسألة التطرس قالوا له هذي المسلمين محابس سوق قبطان صفق رسول الله قال ونخوص على كوس الدول هيا ويصوصقي وحاكوه الرئيس صف محابس ومسلمين علوم حيث أن من كان مسلمين تا هدان للاينين قال لا اسمه دعين كان محانو سمينا ودو حيث أن يبلغون اللوك هذي ودو حيث أن لوق استماعي المسلمين تي هين إن مسلم كاللوسي مريا قال وقال كاللوس على الاسكدي وحي الاسكي لانك والاسكي إذن فانعقد الإجماع على ذلك بعد خلاف سابق. إذن هذي المسلمين دفع لقد يتم حابيسة قال كانوا خصوصاً صعده ليهم ما إن مسلم لم يدي لكره ومن يقتل مؤمناً عقتها لمرين قالكم الله راعين هيا محايا لي مسلم لما شديد زهدا وأرين لب خاصة ولكن قالوا مركز سوق قالان محابيسين وبابين ودن كانوا قبسانيا أيها أنا بتبادي ما هذا بتبادي مش مركز وإن جزء مثلاً جزء إجا لقى قطبه أو لوب قطبه تاك عام كوي تيب شخص تأسيلي وحمل لي هاي وأولى وربتنا كدرنبول فإن هناك تطر فإن هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله بو. تطر صديق بناناتي وولي بأنه إن اللينا بناناتي بالقصد الثاني أكو بناناتي تنا كدرنبولي كون حن قاتشو رمان أنه من دمين إلهي بعد بفعل الله بكل ماذين إلهي أقدر يسال رمان دمبول لكن حولها جهتك لقب حين قال لك قد عنا يبول هوش أنا كبر أروقة أنا ومايا أنا وماشى حكوب حماية لكن أقوم بنك مصروفية أقوم كحكم وجهتك أقوم قام هاد ينتقى منه لابد هوشة وإن الإسكال عليه وياه خلط بالله فهمي مسائل كورنبا تقول والله يا بيسا فتاوى الكبرى مجلد كأفراد لحبق ليسيدين
بل قرطبي وحولي اتفق في تفسيره اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها وحاء الزكاة يسين وفي سبيلها اللي قبحي هذا لو حال لكم في اللو وإن حول لك قضاء واجبة قارن بها لذين قارون قصبها إن أبحي سنة واجب هذا الله قاقا إن أدرت واجبة فرضوا عينك صاروا زكاة بحيي ما فرضوا عينك الأول مصالح عامة ويمشوا. وقال مالك يجب على الناس فداو أسراهم فداو أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم المسلمين دو حواجب كوا محابيس تلقى قبط إني سود دين حولك صفرتان هذا حب ويا وحي هنتي أين الله هين ورنبها كو بعضه هدي لي المسلم كم وحي نكسي إن سيديت بقولهم مليار وصور رينا ورمك تيسيبا كبلا إنك داية ووران شرموي فريد أقل سود دين شكر رقي سوي مر هدي أوسن هنتي أساقل أوسود داية أوسن الله هين المسلمين تلقى ربا إني سود دين حوله ورنبها كو رمادين قرض بحوله وهذا إجماع أيضا وركم ماله هذا هو إجماع لباد بور تفسير كسم جلد كلباد لباد بغلا فرتين لباد بل الشيخ أحمد الدرديري في شرح الصغير وحوليه إن لم يكن له مال يفك منه ما حولها لقب حين ولو أتى ذلك على جميع أموال المسلمين المسلمين توحي مال ليهم بها قرد ماذا ولا سودينية وردتك حب حابيسة إلا سودة يا الله ربا حوك يحول لقب سودة دي الله بعض جهاد كنا إن حولها لقب حياه سنة ماءها صدقنا مئه وفرض عين هذا الزارنوي لح بقوله سنكون رمضة صوصة الرأ أغرب المسالك يوالك كقرية إلى إلى بلغة بلغة المسالك إلى أغرب المسالك جلالك اللبات تضوب بقول لحن يصدح محايا رسالة لي جهادك حلو دفاع دينته والحفاظ على دين مقدم على الحفاظ على النفوس والأموال سيدوك لي دماء الشهداء إيا مجاهدين تدي قد ينفط ضبابا أي ساي كما حمو مال كاد بحنيس شلين كاد بحنيس الو نمبا نفتي قديمي نمبا نفتي زي ديغي زي قديمه هي تا هدي قال كون نقو شين كا ايكت مصيبه كو شتوي ادويا جعيل ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره يكون نقيس ابن رشد وحو سو صار اجماع جهاد كو فرض عين نقضه اسغا كم مهم سن كان واجب سن حج كفرض كا اسكا دكن سنيسغا رغا اسكا نقون اسات كسي حجني او غاد ورقوده جهادك فرضك كوغو اهي كسارا حجه الاسلام وحاكم مهم سن جهادك فرض عين حوار لو بخي مسائل كنع انت نوع انت لو قيميو هوش ايدها لو دداله وبالمناسبه وحا مدن ارينتا الصوماليه كتاغن يمهل بدن كتاغن وحبا اسكو خلدن او وحا سدخيالا ديغي معصوم كاها اي ديغي مباحه روحي ربك وبن يدلكيس اما واجب كاها اي قالك اي مرتد كاي منافقه جاجوسكي اها يا تشوسكي وحلم انت ديغو ربي بنيه اما بكفر او بفعل وكم مطئن لديله روح ديغي سو بنانه مباح دمك اها اد كو هلغميسه ايو وها سدح دغو سدح يالا روح ديغي سو لغودي معصوم كان مسلم كصحيح مصيبه وي نينك مجاهد كان مركه وها لغا ربا لا بد من التفرقه بين ذلك ومساله عويزه شائكه وي ان اد كلا سوده نينك ديغي سو كو بنانه دليل هيديو كربي وكحرمي كلا سوعيسو وحي وباهنتاي كفيرسي بدن يا كاثيو يا دغناشي وباهنتاي يا دغدغ لان وين انا سو الىلي وين سنكين سدو الى كان اسكا الىلي ديغو سبنان ياي اسكا الىلي ان جهادك اد عبدشود باب اسود كبا تقت وين سنكين كي ديغي سبنان دل اوله وين سنكين المسلمين تكلا باب اسادنا او قصدو وحي وان لميزامه حقنا كل بدن كيم سدو بانت هاي لا أوده. دلكم مركي كهالي لا هي عند إيجا مسلم كا معصوم كا وين ترى ورك جاب صدا. وكهادية. مركي هل جن كفر إنسان النقطان قاعدة أي نقطان إنما أفيس وين العربية قال لي جاب. روحوا كل بمش وك جاسرة وك جابي وين لقى أوده أو لقى عويو حق أن حماس كانوا عاصو كان لسك إلى ليو مثلا لك على صعو دلك أنا لسكو حاب قادين كل جود. برشوين كان كهالينا حكومات كي يدك جرا سوق عيسى كما الله يه مسلمين تي مجتمعات كلام عن كهل يه هوش أيضا كلا سعيد فر بضم بأبا هنتاي هل جن كان يان لقوع يارون لباجنن حقنا لقتنا ولا جابنن مسلمين تي دي جود معصوم كي يان لقوع دقدقين هذا بالله توفيق مسألة الجهاد انت سيكرر ما إن شاء الله تعالى لو مسألة كلنا ونراعي دونا جماعة بالله توفيق.